الاهلي مبارك لك طبعا كابتن سيد في البدايه، ثلاث نقاط مهمين جدا المباراه النهارده. يمكن كابتن محمد يوسف كان مقفل شويه بعض الامور طبعا في خط الدار، لكن شايف المباراه النهارده ازاي؟ وهكلمك على ضربه الجزاء لان هي ضربه جزاء، اللي هكلمك طبعا على الهدف لان الهدف حقيقي وصحيح 100%. الحمد لله طبعا على المكسب والحمد لله على الاداء. المباريات كلها متلاحقه ومتتاليه، فبالتاكيد يعني كلها بتبقى صعبه وظروفها بتبقى صعبه. مباراه زي النهارده كانت محتاجه انها تتفتح بجول، الجول جه لكن جه في الدقيقه تقريبا 23 او 24 من الشوط الاول، كان ممكن يسهل الدنيا على الاخر. يعني جول شرعي مليون في الميه بالتاكيد، ما فيهوش اي كلام. كابتن ابو الرجال من الحكام المتميزين جدا، وانا بحبهم جدا وبحترمهم على فكره لقدراته ولشخصه يعني، لكن اعتقد دي واحده من الاخطاء اللي اعتقد يعني سهله قوي، مش صعبه خالص، لا على خط واحد ولا حد حاجه بالرؤيه ولا انت متاخر ولا حاجه، دي باينه جدا جدا يعني، ده على الاقل فيها خطوتين خطوتين ونص يعني، لكن في النهايه بتحصل يعني. بين الشوطين اكيد كان في كلام لان كان في تغير كبير جدا الشوط الثاني، وظهرنا بشكل رائع جدا الشوط الثاني. ايه اللي ممكن يكون كابتن حسام قاله وكابتن سيد قلته ايه بين الشوطين يا كابتن سيد؟ بص احنا يعني عندنا احسن مجموعه موجوده في مصر، وعندنا احسن لعيبه موجوده في مصر، يعني انا مقتنع باللي هقوله لك ده، ممكن الناس تختلف معايا او تتفق معايا لكن مقتنع بده. يعني في العالم كله مهما كانت الفرقه ومهما كانت امكانياتها وقدراتها والاسماء اللي موجوده فيها والجهاز اللي موجود فيها، بيحصل في اسبوع او 10 ايام المستوى بيقل شويه او ممكن يتاثر بالنتائج كمان يعني، لكن ما تشغلش بالك ده هيحصل امتى، لانه هيحصل هيحصل مفيش كلام يعني. دور كده في البهولك مع ريال مدريد مثلا، هتلاقي 10 ايام كده الدنيا غريبه جدا غريبه جدا، هتلاقي مع برشلونه الدنيا في 10 ايام الدنيا غريبه جدا يعني. قد يساعد الحظ وان ما تتاثرش النتائج، لكن المستوى بقى تتحفظ عليه سن التعامل مع ده بقى، لكن هيحصل هيحصل. فاللي بيشغلني تمام ازاي هتعامل مع ده، ازاي تخرج بسرعه وما يبقاش فيها استمراريه بشكل كبير، او الايام تكتر معاك عشان ما تاثرش على النتائج وبالتالي تفقد نقاط اكتر يعني. في وجودك معانا كابتن سعد ومنع الاجتهادات عن عماد متعب، يعني موقف عماد متعب واخر التطورات، وحابين تصريحات تبقى على لسان الكابتن سعد عبد الحفيظ. لا عماد متعب موجود طبعا بالتاكيد، يمكن هو كان اليومين ثلاثه اللي فاتوا كان غايب، عنده حاجه في اسريه في اول يوم، وبعد كده كان عنده حاجه خاصه بالحته العلاجيه يعني. متعب قعدت معاه وقعدنا معاه من يومين، الناس اجتهدت في حاجات مختلفه خالص وبعيده خالص يعني، احنا قعدنا معاه فيما يخص الجزء الفني، فيما يخص الجزء الفني ما قعدناش ما اتكلمناش في حاجه تانية. لا احنا قلنا مثلا لا يا عماد انت في حاجه في يناير، ولا عماد قال لنا لا انا عندي حاجه في يناير. فالناس تجتهد زي ما انت عايز وقول اللي انت عايزه ومفيش مشكله، لكن انا بتكلم على اللي حصل ما بيني وما بين اللاعب. عماد موجود بالتاكيد يعني، لكن من حق اي لاعب او اي لعيب ممكن يخبط على اوضتنا ويقول لنا يا جماعه انا الفتره اللي جايه اخبار ايه، الدنيا ماشيه ازاي، الجزء الفني ايه اللي ناقصني، ايه اللي انا محتاجه، محتاج اتمرن، محتاج ازود في حته، ده وضع طبيعي جدا يعني. فده اللي حصل فيما يخص الجزء الفني بس. اخيرا مباراه اتلتيكو مدريد ودور الاهلي الوطني المميز والرائد خلال مر العصور من 1907، شايف مباراه اتلتيكو مدريد ازاي كاحد نجوم النادي الاهلي، وانت شاركت يا كابتن سيد في مباريات عديده جدا مع النادي الاهلي؟ بص دي حاجه تاريخيه بالتاكيد، وزيد على كده انها مرتبطه بالسلام يعني، فدي حاجه كويسه وشرف لينا بالتاكيد ان يبقى لما يتم اختيار في الوطن العربي النادي الاهلي بالتحديد يعني، لاسمه ومكانته ودوره كمان المجتمعي والوطني يعني، فدي حاجه بالنسبه لنا طبعا مهمه جدا جدا جدا. ان شاء الله الرحمن باذن الله تطلع بشكل كويس بكره باذن الله للاهلي على هديه. تكون مباراة رائعة، مباراة عالمية نحضرها طبعا 60,000 واكثر كمان من جمهور مصر ومشجعي النادي الاهلي، بنتمناها تكون مباراة تليق باسم النادي الاهلي واتلتيكو مدريد. بكده تكون طبعا انتهت كواليسنا هنا بلقاء الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي، على امل طبعا لقاء في المباريات القادمة، وكل التوفيق من جديد للنادي الاهلي.